بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التعصيب. باب التعصيب. انتهت الفروض المقدرة في كتاب الله جل وعلا، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وعرفنا أصحاب كل فرض. فالنصف لكم من نفر؟ 5، ولا يستحق النصف إلا واحد فقط، ما يشترك اثنان في النصف. والنصف فرض 5 أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد إلى آخره، 5، وهم الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، هؤلاء 5، بكل واحد له شروط. الربع نصيب الزوج أو الزوجات 2، الزوج 1 والزوجات يكون 1 أو 2 أو 3 أو 4، يشتركون في الربع بشروطها. الثمن فرض الزوجة أو الزوجات، ما يشترك في الثمن سوى الزوجات. الثلثان فرض 4، البنتين فأكثر، بنتي الابن فأكثر، الأختين الشقيقتين فأكثر، الأختين لأب فأكثر. الثلث نصيب الأم وولداها، اجتمع لها 2، السدس نصيب 7 من العدد، وهم الوالدان، الوالد والوالدة، والأم والجدة، هؤلاء 4، بقي 3، الأخت الشقيقة، الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، وبنت الابن مع البنت، وولد الأم، هؤلاء 7. أما التعصيب فهو بدون قدر وبدون مقدر، ما يقال هذا له ربع أو ثمن أو ثلث أو سدس، لا، وإنما هو المعصب يأخذ الباقي من أصحاب الفروض، أو يأخذ المال كله إذا لم يوجد صاحب فرض. المعصب هو من يأخذ نصيبه بلا تقدير،
فإن استغرقت الفروض التركة سقطا. المعصب ومن يأخذ نصيبه بلا تقدير فإن استغرقت الفروض التركة سقط، وإن بقي شيء أخذه أو يأخذ المال كله إذا لم يوجد معه أحد. أقرأ. التعصيب لغة، التعصيب لغة الإحاطة، وكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به، ومنه العصائب وهي العمائم. التعصيب في اللغة يقول اعصب رأسك بهذا. ما معنى عصب رأسك بهذا؟ لغة يعني اجعل هذه الخرقة أو المنديل أو العمامة أو العقال عصابة لرأسك تعصبه تدور عليه. هذا يقال عصبه، وأخذ التعصيب من أخذ مسمى المعصب من هذا لأنه يقوي صاحب يقوي المورث. المورث مع العصبة عصبته قوته. وهو في الإصطلاح نعم. وفي الإصطلاح هو الإرث بغير تقدير. الإرث بغير تقدير يعني يأخذ الباقي، قد يأخذ واحد من 24 وقد يأخذ المال كله وقد يأخذ النصف أو الثلثان أو خمسة الأسداس، يأخذ المال بلا تقدير نعم. العصبة لغة هم القرابة الرجل وبنوه، سموا بذلك لأنهم أحاطوا به، واصطلاحا هم من يرث بغير تقدير، وهم على ثلاثة أقسام: أولا عصبة بالنفس، ثانيا عصبة بالغير، وثالثا عصبة مع الغير. عصبة بالنفس يعني هو نفسه عاصب، عصبة بالغير يعني بغيره صار عصبة، ومع الغير صار مع غيره عصبة. عصبة بالنفس وهم جميع الرجال الوارثين من الرجال ما عدا الزوج. العصبة بالنفس هم كل الرجال الورثة ما عدا الزوج. العصبة بالغير بمن معه عصبة به، البنات مع الأبناء، وبنات الابن مع الأبناء الابن، والأخوات الشقائق مع الإخوة الشقائق، والأخوات لأب مع الإخوة لأب. هؤلاء هم العصبة بالغير، كلهن إناث مع إخوانهن الذكور. عصبة مع الغير الأخوات والبنات مع الإخوة ومع الأبناء. الأخوات مع الإخوة أشقاء أو الأب سيان،
الأخوات البنات، الأخوات مع البنات، أو بنات الابن الأخوات الشقائق، أو لأب مع البنات أو بنات الابن. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، عصبة مع غيرهن، وعصبة بالغير. الأخوات مع الإخوة، والأبنات مع الأبناء. عصبة بالنفس، هو نفس عاصب، وهم الرجال الوارثون من الرجال ما عدا الزوج. والإخوة لأم، الإخوة لأم لا يدخلون في العصبة وهم رجال. العصبة بالنسب هم كل وارث من الذكور إلا الزوج والأخ من الأم والمعتق. ونكتفي اختصارا بتفصيل صاحب الرحبية لهم حيث قال: التعصيب لغة الإحاطة، وكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به، ومنه العصائب وهي العمائم. وفي الاصطلاح هو الإرث بغير تقدير. العصبة لغة هم قرابة الرجل وبنوه، سموا بذلك لأنهم أحاطوا به، واصطلاحا هم من يرث بغير تقدير. وهم على ثلاثة أقسام: أولا عصبة بالنفس، ثانيا عصبة بالغير، وثالثا عصبة مع الغير. والعصبة بالنفس على قسمين: عصبة بالنسب وعصبة بسبب. عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. العصبة بالنسب القرابة، بنسبهم صاروا هم وعصبتهم سواء، الإخوة والأعمام وأبناء الإخوة وأبناء الأعمام، والأب والابن وغيرهم، هؤلاء هم العصبة بالنفس بالنسب. العصبة بالسبب يعني وجد سبب جعلهم عصبة، وليسوا عصبة بالنفس، ليسوا عصبة بقرابتهم، وإنما هم بسبب، وهذا السبب هو الملك، الملك والعتق. هذا الرجل مملوك لزيد، يكون عاصبه زيد إذا مات بعد تحريره ولا قبل تحريره، هو ملك لزيد. العصبة بالنسب هم كل وارث من الذكور إلا الزوج والأخ من الأم والمعتق. ونكتفي اختصارا بتفصيل صاحب الرحبية لهم حيث قال: وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب. فكل من أحرز كل المال من القربات من القرابات أو الموالي، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو أخ العصوبة المفضلة، كالأب والجد وجد الجد، والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا، فكل ما أذكره سميعا. وقال: نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب. يعني أنا، يقول المؤلف رحمه الله، أنا أعطيك الكلام موجز، يعني مختصر، أسهل لك وأيسر لك لحفظه، وهو صواب سالم من الخطأ. هذه مقدمة لا دخل لها في التعصيب. وكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، اللي يأخذ جميع المال هذا يقال له عاصب، هلك هالك عن ابن فقط، يأخذ المال كله، هلك هالك عن عشرة أبناء يأخذون المال كله، هلك هالك عن خمسة أبناء وخمس بنات
يأخذون المال كله. هلك هالك عن أختين تأخذ الثلثين، هذه ليست بعصبة من القرابات، يعني الإخوة والأخوات والأبناء وبنوهم والآباء والأعمام وغيرهم، أو الموالي، يعني كان سيدا لهذا الرجل، سيدا له، يعني كان هذا الرجل عبدا له فاعتقه فصار مولا له يرثه، أو كان ما يفضل بعد الفرض له. العاصب قد لا يأخذ المال كله وإنما يأخذ ما أبقت الفروض، إذا كان في المسألة فرض واحد أو فرضان أو ثلاثة فإنك تعطي أصحاب الفروض نصيبهم، وما بقي يأخذه العاصب. حالك عن جدة وأخ لأم مثلا وأخ شقيق، الأخ الشقيق ما هي صفته؟ عاصب. الجدة تأخذ السدس والأخ لأم يأخذ السدس الثاني، ويبقى فيها ثلثان من يأخذها الأخ الشقيق العاصب. كالأب والجد، هالك عن أب المال للأب لأنه عاصب، هلك هالك عن جد المال للجد لأنه عاصب، هلك هالك عن جد وجدة، الجدة تأخذ السدس والباقي للجد لأنه عاصب، هلك هالك عن ابن وجدة، الجدة تأخذ السدس والابن يأخذ الباقي. كالأب والجد وجد الجد، يعني مهما على الأب، أبو الميت أو أبوه أو أبو جده أو أبو جد جده وهكذا، والابن عند قربه والبعد الابن عاصب يأخذ المال كله. إذا لم يوجد ابن فالذي يأخذ المال ابن الابن وهكذا، والأخ وابن الأخ من أبيه، الأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. أما ابن الأخ لأم فلا، فليس من العصبة ولا يرث، والأخ لأم ليس من العصبة وإنما هو صاحب فرض. والسيد المعتق ذي الإنعام، السيد المالك لهذا الرجل ثم اعتقه فصار حرا، فهو عاصب له إذا لم يوجد من العصبة من هو أقرب منه. وهكذا بنوهم جميعا، ابن 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 عم عاصب إذا لم يوجد أقرب منه، وهكذا. وكل ما أذكره سميعا اسمع سماع تفهم، لا سماع صوت فقط. وسيأتينا ترتيب العصبة إن شاء الله. هل يجوز يقول قائل علمتنا بالعصبة أنهم كل وارث، كل رجل من الورثة سوى الزوج والأخ لأم، لكن كيف نرتبهم؟ وسيأتيك هذا إن شاء الله. إذا وجد العصبة كلهم فمن يرثهم؟ هل يرثون كلهم جميعا؟ لا، وإنما يرث الابن أول، فإن لم يوجد فابن الابن، فإن لم يوجد ابن ابن فالأب، الأب عاصب، فإن لم يوجد فالجد وإن على، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، وهكذا. وسيأتي الكلام على العاصب بسبب من الأسباب، هذا في الموالي. اقسم،
هلك هالك عن ابن وعم، عن ابن وعم، المعر للابن وليس للعم شيء، لأن الابن مقدم على العم. هلك هالك عن ابن 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 أخ وعم شقيق، ابن 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 أخ درجة الخامسة وعم شقيق. المال لمن؟ لابن الأخ، لأن الجهة الأخوة أقرب من جهة العمومة. هالك عن أب وجد، المال للأب وليس للجد شيء. هالك عن ابن وأخ شقيق، المال للابن. هالك عن عم لأب وابن عم شقيق، المال للعم لأب. هالك عن ثلاثة إخوة، واحد شقيق، واحد لأب، واحد لأم. المال من ستة يقسم، يعطى الأخ لأم فرضه لأنه صاحب فرض يبدأ به أولا، ثم ما بقي يكون للعاصب الأقرب، والعصبة فيهم قراب أقرب، وفيهم جهات وفيها قوة، فبالجهة التقديم ثم بقربه ثم بعدهما بالقوة تجعل القوة اليدل بأبوين، والجهة جهات الأبوة مقدمة على جهة الأخوة، وبنوة مقدمة على الأبوة، وهكذا. ثم بقربه ابن أخ أو ابن 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 أخ، ابن الأخ أولى، وهكذا. هلك هالك عن عم شقيق وابن أخ لأب، بمن يكون المال؟ لابن الأخ لأب، لأنه مقدم على العم، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ماذا عن تعدد العمرة في الزيارات في الزيارة الواحدة، وكم المدة بين كل عمرة وأخرى، علما بأن زيارتي 15 يوما فقط؟ تعدد العمرة في الزيارة الواحدة هذا لا يخلو، إن كنت أديت عمرتك الأولى وسافرت إلى المدينة أو إلى غيرها من البلدان وأردت العودة إلى مكة فيحسن أن تعود إليها بعمرة، أما وأنت بمكة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى. ولم يرد في بيان ما بين العمرة والعمرة شيء سوى قوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فالمتابعة بين العمرة والعمرة حسنة، لكنه لا يحسن أن تتابع وأنت في مكة، وإنما إذا سافرت ورجعت من بلدك إلى مكة فحسن، أو من بلاد، أي بلاد بعيدة عن مكة
جئت منها بعمرة فحسن. يقول السائل: أنا أكسل عن قراءة القرآن، فما هو الدواء؟ القرآن كلام الله جل وعلا، وهو الذي لا تشبع منه الأنفس المؤمنة، النفس المؤمنة لا تشبع من قراءة القرآن، وكلما قرأه اشتاق إليه أكثر، فحري بالمسلم أن يصحح ويقوي إيمانه بالله جل وعلا، ويجتهد في الطاعات حتى يقبل على قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن من الإيمان بالله جل وعلا، فيحسن بالإنسان أن يداوي نفسه بالقرآن، يعالج نفسه بالقرآن، فالقرآن كلام الله وهو شفاء وهو دواء، هو نفسه الدواء. إذا كان يكسل عند قراءة القرآن فيعالج نفسه في ذلك، ويصبر نفسه ويعودها على القراءة باستمرار. يقول السائل: أعطاني شخص بعض المال لكي أعتمر في رمضان وأنا مقيم في مكة، هل يجوز أن أخذ المال للعمرة؟ المقيم بمكة ما يحسن منه أن يكرر العمرة، لأنه إذا أقام بمكة فأفضل أعمال العمرة الطواف، والطواف يتسنى للمسلم في أي وقت بدون الخروج إلى التنعيم أو غيره، وبدون سعي وبدون عمل آخر، إنما الطواف عبادة مستقلة وحده، فيحسن بالمرء أن يكثر من الطواف. يقول السائل: جزاكم الله خيرا، لو أعدت لنا البيت التي ذكرتها في ترتيب العصبة. ترتيب العصبة: أولا في الجهة، فبالجهة التقديم، ثم بقربه، وبعدهما التعصيب، وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. فمثلا الجهة، جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، وهذا كما سيأتي. أول الجهات جهة البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم بنوهم، ثم الأعمام وبنوهم، فالجهة مقدمة على القربة. إذا كان في الجهة مقدم فهو يقدم على القريب القوي، ثم بالجهة، ثم بالقرب، ابن ابن مقدم على ابن ابن ابن، ثلاثة، ثم بالقوة، ابن أخ شقيق مقدم على ابن أخ لأب. فأول التقديم بالجهة، الجهات ستعرفها إن شاء الله، جهة البنوة والأبوة والأخوة والعمومة، الأخوة وبنوهم، والعمومة وبنوهم، والولاء، الولاء عم أو ابن ابن ابن، العم مقدم على السيد المعتق. الجهات ست، وكل واحدة مقدمة على التي تليها، ثم بالقرب، قد يكون في جهة واحدة جهة بنوة لكن ابن ميت وابن ابن، فالابن مقدم على ابن الابن لكونه أقرب منه، ثم بالتقديم بالقوة تجعل القوة، هو من يدلي بالأبوين دون من يدلي بأب فقط، بالأبوين الشقيق الأخ والعم الشقيق، وابن الأخ وابن العم، وهكذا. يقول السائل: هل المال الذي ينفق في مستشفى للفقراء يمكن أن يسحب، يمكن أن يحسب من زكاة المال؟ الزكاة الله جل وعلا بين أهلها ثمانية أصناف: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية أصناف كلهم يجوز أن تعطيهم من الزكاة ما عدا هؤلاء لا يجوز. فمثلا تجوز أن تعطي الفقير ليعالج نفسه دراهم، لكن لا يسوغ لك أن تبني المستشفى بمال الزكاة. يجوز لك أن تعطي المريض إذا كان فقيرا من الزكاة ليعالج، لكن ما يجوز لك أن تبني المستشفى بمال الزكاة. يقول السائل: نام واستيقظ وقت الأذان وشرب الماء، هل يصح صومه؟ قام من النوم وهو يؤذن فشرب، نقول هذا يرجع فيه للمؤذن. إذا كان الأذان بعد طلوع الفجر فلا يسوق للمرء أن يشرب بعد طلوع الفجر، وإذا كان الأذان قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة أو دقيقتين فلك أن تشرب وقت طلوع وقت الأذان، لأن الصوم منوط بطلوع الفجر، وطلوع الفجر بين واضح. يقول عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول الراوي: ابن أم مكتوم أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فإذا أذن المؤذن وقت الصباح فلا يجوز أن نشرب. وأما أذان بلال لأنه يؤذن بالليل قبل طلوع الفجر فيجوز لنا أن نأكل ونشرب بعد أذان بلال. وقوله صلى الله عليه وسلم أن بلالا يؤذن بليل يعني في آخر الليل، ولم يكن بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم إلا أن ينزل بلال من الذي مكان المؤذن ويصعد ابن أم مكتوم. فالأول قال عنه يؤذن بليل لأن الفجر ما بعد طلع إلى الآن، والثاني طلع يطلع الفجر يمتنع عن الأكل والشرب. فالأصل أن المؤذنين يؤذنون ما هو بعد طلوع الفجر، يعني الآن المؤذنون يؤذنون داخل الغرف، داخل المنارات، داخل الميكروفونات، ما يدرون عن طلوع الفجر، وإنما بالتقريب. فالظاهر والله أعلم أن من أكل أو شرب وقت الأذان لا يؤثر عليه ذلك. يقول السائل: النفساء إذا توقف نزول الدم وغيره فهل تصلي مع العلم لم تكتمل 40 يوما؟ النفاس والحيض حال نزول الدم تمنع المرأة من الصيام والصلاة، فإذا توقف نزول الدم وطهرت فعليها أن تصوم وتصلي، لأن الذي يمنع من الصيام والصلاة ونزول الدم. فإذا توقف نزوله وتوقف كلي كامل فيجب عليها أن تصلي، وإذا استطاعت الصيام فتصوم، وإذا كانت لضعفها أو مرضها فلها أن تفطر. لكن الصلاة ما تسقط عن المرء بحال. والمراد توقف الطهارة، يعني توقف الدم توقف كلي. أما إذا كان لحظة أو ساعة أو شيء نشوف يجشف فرجها من الدم بينما هو يأتي بعض قليل، فلا، فهذه في حالة حيض لا يجوز لها أن تصوم ولا أن تصلي. يقول السائل: هل يجوز أن أعطي الزكاة لطالب العلم كونه فقيرا؟ الصدقة للفقراء، الفقير له الزكاة والصدقة، لكن إذا خيرت الفقير طالب العلم أو الجار أو القريب منك أو نحو ذلك فهذا مبرر، لكن ليس استحقاقه للزكاة لكونه طالب علم. طالب علم هذا قد يكون يجب عليه أن يزكي ما دام غني، غناه الله يجب عليه أن يزكي،
ولا يجوز له أن يأخذ الزكاة لكونه طالب علم، وإنما طالب العلم إذا كان فقيرا فهو أولى بالزكاة من غيره. يقول السائل: أريد الزواج ولكن لا أستطيع لقلة المال، ماذا أفعل؟ يجوز لمن أراد الزكاة أي أراد الزواج وليس عنده قدرة أن يأخذ من الزكاة، لأنه يعتبر فقير، والأخذ من الزكاة للفقراء سواء كان للأكل أو للزواج أو لدين عليه، هؤلاء لهم أن يأخذوا من الزكاة. وأما كونه طالب علم أو نحو ذلك لا، أو كونه يريد الزواج وعنده مال ما يجوز له أن يأخذ الزكاة ليتوسع بها وليصرف على مصاريف الزواج غير اللازمة، لا يجوز له هذا، وإنما يأخذ الزكاة ليدفعها مهرا لزوجته، يدفعها تكاليف زواج حسن. يقول السائل: امرأة وضعت نقطة عطر على كفها ناسية وهي محرمة ومسحته في لحظتها ولم تتعطر به، فما حكم العمرة؟ عمرتها صحيحة وليس عليها شيء والحمد لله. إذا تطيب المحرم ناسيا فليس عليه شيء، معفو عن هذا بأمر الله والحمد لله. وإذا قبل الحجر الأسود ووجد عليه طيبا فلا بأس عليه في ذلك، لأنه ما قصد الطيب ولا العطر، وإنما قصد تقبيل الحجر الأسود. يقول السائل: تحرم الرضاعة تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، هل هذا صحيح؟ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، نعم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فالأخ من الرضاعة أخ مثل الأخ من النسب يعني في المحرمية، وليس المراد بالنفقة والمودة والصلة ما تلزم الصلة، وإنما يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فالعم من الرضاعة مثل العم من النسب، ابن العم من الرضاعة مثل ابن العم من النسب. يجوز أن يتزوج الرجل بنت عمه لأنها غير محرم له، وله أن يتزوج ابنة عمه من الرضاعة إذا كان هذا عمه من الرضاعة، فله أن يتزوج ابنته. أخوه من الرضاعة ليس له أن يتزوج ابنة أخيه من الرضاعة، لأنه لا يتزوج ابنة أخيه من النسب. يقول السائل: أسلمت فتاة وليس لها ولي، وقام شخص لتزويجها من رجل يريدها، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز له أن يتزوجها هو بنفسه ولا أن يزوجها غيره، لأنه ليس وليا لها، وإنما الولاية للأقرباء العصبة كما تقدم، فإن لم يكن لها ولي مسلم فهو لوليها الحاكم، الحاكم الشرعي أمير البلاد حاكم البلاد، له أن يزوج المولية المرأة التي ليس لها ولي. والولاة في هذه البلاد وجعلوا ولاية الأيام النساء اللاتي ليس لهن أولياء جعلوهن للقضاة، جعلهن للقضاة من أجل أن القاضي يحتاط لهذه المرأة المسكينة، فلا يزوجها إلا من يرى أنه يصلح لها، فليس لها أن تزوج نفسها وليس لغيرها أن يزوجها إلا إن كان ولياً أو حاكما شرعي. يقول السائل: أنا أسكن خارج حدود الحرم، هل يجوز لي أن آتي كل يوم عمرة لأني أدخل يوميا إلى الحرم؟ لا يا أخي ما يجوز، لأن هذا من العبث، كل يوم تأتي بعمرة، كل ما دخلت تأتي بعمرة، هذا ما يليق بك هذا. وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة بالدين، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب،
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.